السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح ليه إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا، هتلاقوا عليها كل شيء، هتلاقوا منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. طبعا بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير للتقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. طبعا بالإضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده. هو عباره عن فرصه تدريب، تمام؟ هيكون برنامج تبادل ثقافي في المانيا ممول بالكامل، تمام؟ الدولة اللي هيكون فيها هذا البرنامج زي ما وضحنا هي دولة ألمانيا. الجهة المانحة المقدمة لهذا البرنامج اسمها IFA، تمام؟ والبرنامج ده اسمه Cross Culture Program، تمام؟ اللي هو بيطلق عليه CBC، تمام؟ فده اسم البرنامج وده اسم الجهة المانحة. طيب بالنسبة للمستوى الدراسي، التدريب ده موجه لمين؟ التدريب ده موجه لجميع الأشخاص، مقبول لكل الطلاب والخريجين، سواء انت بتدرس بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، سواء انت اتخرجت وحاليا بتشتغل او بتخرج من مؤهل اخر، فهي متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، تمام؟ فده بالنسبة للمستوى الدراسي. طيب بالنسبة للتخصصات، كل التخصصات مقبولة. وعايز اقول حاجة، ان الفرصة دي فرصة تدريب وليست منحة دراسية، يعني انت مش ملزوم، يعني انت مثلا شخص خريج كلية طب، دي فرصة تدريب هنتكلم بعد شوية عن المجالات اللي فيها التدريب. فبالتالي لو انت تخصصك طب، هندسة، صيدلة، تخصصك آداب، حقوق، أي تخصص انت بتنتمي ليه، تقدر تقدم عادي على هذه الفرصة لأنها فرصة تدريبية في مجالات مختلفة وليست منحة دراسية عشان تدرس تخصص باقي، تمام كده؟ طيب بالنسبة لمدة الفرصة دي، مدة الفرصة دي هتكون ما بين شهرين حتى 3 شهور، مسموح انك تقعد هناك شهرين أو 3 شهور كحد أقصى، هتكون مدة الفرصة أو مدة التدريب، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل المقدم من هذه الفرصة، التمويل بتاع الفرصة دي صراحة تمويل خرافي، يعني تمويل صراحة جميل جدا. أول حاجة إن حضرتك هتاخد بدل شهري قدره 550 يورو، هيكون في راتب شهري بمقدار 550 يورو هتدفع لك شهريا عشان تغطي لك تكاليف المعيشة من أي شيء أنت محتاجه. كمان هيتم توفير ليك تذاكر الطيران ذهاب واياب، تذاكر الطيران من بلدك الى المانيا ذهاب وعوده هتكون ايضا على حساب المنحه. كمان هيكون الاقامه الكامله، يعني السكن اللي هيكون في المانيا هيكون على حساب المنحه، انت مش تدفع اي شيء خالص. يبقى انت تاخد ال 550 يورو دي صافيه، دي تقدر تستخدمها في مصاريفك الشخصيه من طعام وغيره، تمام كده، لان السكن هيكون مشمول على حساب المنحه. كمان هيكون في تذكرة شهرية للنقل العام في مكان الإقامة، المواصلات الداخلية في المدينة اللي هيكون فيها التدريب في ألمانيا هيدوك زي بطاقة مواصلات تقدر تتحرك بيها ومش تدفع أي تكاليف خالص للمواصلات. كمان الميزة اللي بتعتبر في الفرصة دي إنها توفر رسوم التأشيرة لألمانيا، يعني حضرتك لما بتروح السفارة عشان تطلع تأشيرة الذهاب لألمانيا طبعا فيها تعقيدات ومطلوب حساب بنكي ومطلوب أشياء كتير، ولكن الفرصة دي هي هتوفر لك خطاب، الخطاب ده هتروح بيه للسفارة هيخلصوا لك كل شيء من دون تعقيدات، من دون حساب بنكي، ومن دون ما تدفع رسوم التأشيرة لأنها تتكلف برسوم التأشيرة، تمام؟ طيب كمان هيكون في تأمين صحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة وأنت مش هتدفع أي شيء خالص. يبقى بالنسبة للتمويل عندنا تمويل كبير جدا وتمويل ممتاز. طيب بالنسبة للبلدان المشاركة في البرنامج، هنا مش عندنا كل الدول متاحة، مش كل دول العالم متاحة للتقديم في هذه الفرصة، عندنا مجموعة من الدول هي المتاح ليها التقديم فقط، وركز معايا وتشوف دولتك موجودة ولا لا، تمام؟ هتلاقي هنا عندك الجزائر، هنتكلم عن الدول العربية، هتلاقي الجزائر موجودة، هتلاقي دولة البحرين، هتلاقي مصر موجودة،
هتلاقي العراق، هتلاقي الأردن، هتلاقي الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، هتلاقي فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، الإمارات، تمام؟ تعتبر وموريتانيا كمان، دي يعتبر الدول العربية، تمام؟ اللي متاح ليها التقديم. لو انت معاك جنسية احد هذه الدول بتقدر تقدم، حتى لو انت مثلا واحد يجي يقول لي طيب انا مقيم في دولة مش من الدول المتاح ليها التقديم، هل اقدر اقدم؟ تقدر تقدم عادي، لان اهم شيء يبقى معاك جنسية احد هذه الدول، تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لبلدان المشاركة في البرنامج. طيب هنا عندنا مواضيع الفرصة والتدريب. طب التدريب ده هيتكلم عن ايه؟ انت حضرتك لما تروح هناك ايه الحاجات اللي هتاخدها في التدريب ده او اللي هيتم مناقشتها؟ بيقول لك ان التدريب ده اهدافه مساعدة، يعني انك هتساعد المنظمة دي هتساعد الشباب في كسب الخبرة وزيادة مهاراتهم، وهيكون التدريب ده عن مجالات مختلفة، ومجالات بشكل عام، يعني مش تخصص انت بتدرسه، لا ده مجالات بشكل عام هيكون فيها التدريب، يعني زي تنمية افكار للشباب، زي هيتكلم عن السياسة والمجتمع، وسائل الإعلام، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التربية المدنية والمواطنة، المجتمع المدني الرقمي، تمام؟ فدي تخصصات بشكل عام، أو مش تخصصات، دي يعني مواضيع للتدريب بشكل عام وليس معتمدة على تخصص معين. أنا بأكد تاني عشان مش حد يجي يقول لي طيب أنا تخصصي درست طب، هل ينفع أقدم؟ تنفع تقدم عادي، لأن هي ملهاش علاقة بالتخصص، دي مواضيع عادية في المجتمع، تمام؟ طيب هنا عندنا ملاحظات، ركز معايا بقى في الملاحظات دي، ان عمر المتقدم يجب ان يتراوح عمر المتقدم ما بين 23 ل 45 عاما عند تقديم الطلب، يعني ما ينفعش يكون سنك اقل من 23 او اكبر من 45، لازم يكون عمرك ما بين الفئة العمرية دي فقط، تمام كده، عشان تبقى مؤهل للتقديم. كمان هذه المنحة من مميزاتها لا تحتاج شهادة لغة للتقديم في المنحة، انت مش محتاج لا شهادة لغة ألمانية ولا شهادة لغة إنجليزية، انت بتقدم في المنحة من غير الاحتياج إلى شهادة اللغة، وده طبعا من ضمن المميزات الجميلة جدا في المنحة. طيب خلينا دلوقتي نشوف كيفية التقديم في الفرصة دي. التقديم في الفرصة دي عشان تقدم في الفرصة لازم تملأ أبلكيشن، في أبلكيشن أونلاين هنشوفه بعد شوية لازم تملاه. كمان مطلوب حاجة اسمها خطاب النية أو خطاب التحفيز، مطلوب السيرة الذاتية، تمام، ومطلوب خطاب التوصية وصورة شخصية ليك، ودي اوبشنال، يعني دي حاجة إضافية، لو عايز تحط صورة شخصية ليك تمام، مش عايز خلاص بتسيب الجزئية دي فاضية. وفي حاجة يا جماعة كمان، إن خطاب النية وخطاب التوصية في فورم عاملاه المنحة مخصوص ليهم على الموقع الرسمي، وهوريلكوا بعد شوية، ففي فورم لكل يعني مطلوب من هذه المطالب لازم انت تعمله على فورم المنحة، مش تجيب خطاب توصية من عندك او تجيب خطاب نية من عندك، تمام، لازم تملأ الفورمات اللي عرضها المنحة، وهنشوفها بعد شوية. طيب مرحلة ما بعد التقديم، حضرتك خلاص قدمت دلوقتي ومنتظر النتيجة، النتيجة بتظهر امتى؟ النتيجة بتظهر بحلول نهاية يناير، في شهر يناير 2021 النتيجة بتبدأ تظهر وبيتم ارسال رسائل للمقبولين، تمام كده. طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي، اخر ميعاد هو 15 ديسمبر 2020، ده اخر ميعاد عشان تقدم في هذه الفرصة، تمام. وكمان عايز اقول حاجة، طبعا ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو عايز نقدم ليك على هذه المنحة متاح، وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل عام، دي بنجهز فيها الاوراق لاي منحه تقدر تستخدمها وتقدم بيها في المنحه بنفسك، تمام، وهتلاقي رابط استماره كل خدمه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملأ الخدمه او استماره الخدمه اللي انت عايزها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نكمل ونروح نشوف رابط المنحه وابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على اللينك ده عشان يفتح معاك رابط المنحه وابلكيشن التقديم، تمام، فهيفتح معانا زي ما احنا شايفين، ده الموقع الرسمي للمنحة، هتلاقي كل التفاصيل هنا، هتلاقي البرنامج كاتبين لك بيبدأ امتى، كل تفاصيل البرنامج، تمام، او كل تفاصيل هذا التدريب. طيب دلوقتي انا كنت قلت لكم في فورمات، او في فورم للموتيفيشن ليتر اللي هو خطاب النية، وفي فورم للريكومنديشن ليتر اللي هو خطاب التوصية، دي الفورمات موجودة على الموقع الرسمي هنا، بتعمل تضغط على ليتر اوف موتيفيشن عشان يفتح معاك خطاب النية، تمام، زي ما هيظهر قدامنا دلوقتي ان ده الفورم بتاع خطاب النية، فانت هنا هتلاقي عندك مجموعة مقالات لخطاب النية،
تمام، لازم تملأ المقالات دي، كل مقال تجاوب عليه في المكان المخصص ليه، ولازم تملأ المقالات دي بعناية. مقالات كتيرة شوية متعبة، ولكن لازم تملأها بعناية وباحتراف، لأن دي اللي هتميزك عن غيرك، تمام؟ أو دي هتكون من الأشياء الأساسية برضو اللي عليها عامل مهم من عوامل القبول في المنحة. ده بالنسبة لخطاب النية. خطاب التوصية، ادي خطاب التوصية زي ما هنشوفه دلوقتي، ليه فورم برضو خاص، تمام؟ ولازم ان الشخص اللي هيعمل لك التوصيه لازم يقوم بملء هذا الفورم وكتابه جميع التفاصيل فيه، ويجاوب على كل الاسئله ويمضي عليه في الاخر، تمام كده؟ فده بالنسبه لفورم التوصيه برضو. هنيجي هنا، هتلاقي طبعا زي ما انا ذكرت الموعد نهايه التقديم هو 15 ديسمبر 2020. هنيجي هنا هتلاقي بقى ان كل دوله ليها ابلكيشن خاص، يعني مفيش ابلكيشن لكل الدول المتاحه للتقديم، لا ده كل دولة ليها ابلكيشن. يعني ما يعني الجزائر هنا تلاقي الجيريا الجزائر ليها ابلكيشن في الاول، هتلاقي مصر مثلا الابلكيشن بتاعها هنا، هتلاقي مثلا الكويت الابلكيشن بتاعها هنا. فانت بتروح على دولتك وبتضغط عليها، بيدخلك لاستمارة التقديم الخاصة بدولتك انت، تمام كده؟ وفي فيديو انا كنت شرحت فيه بالتفصيل جوانب التقديم لابلكيشن المنحة، وكنت ذكرت فيه كل التفاصيل، لان انا اتكلمت عن المنحة دي السنة اللي فاتت في برضو شهر نوفمبر 2019. فانا هسيب لكم رابط الفيديو ده بتاع السنه اللي فاتت اللي انا كنت اتكلمت فيه عن هذه الفرصه، وطبعا تقدروا تشوفوا التقديم بشكل كامل، وازاي تقدر تقدم على المنحه بنفسك لو انت عايز تقدم عليها بنفسك، تمام؟ وتشوف كل التفاصيل في الفيديو الاخر بالنسبه لعمليه التقديم. فكده يعتبر شرحنا كل تفاصيل المنحه، ذكرنا المميزات، ذكرنا اهداف التدريب، مميزات جميله جدا كمان، راتب شهري 550 يورو، سكن، تذاكر طيران، مواصلات، رسوم التاشيره، تامين صحي، يعني مميزات خرافيه، ومميزات مش يعني مش من السهل انك تلاقيها في منح اخرى، تمام؟ فلو حابين تقدموا للمنحه اخر موعد هو 15 ديسمبر 2020، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.